السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، أتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم واستفيد مع أم محمد. حصة اليوم إن شاء الله من مقرر المرجع في رياضيات المستوى الثاني ابتدائي، لدينا الدرس 32 الأشكال الهندسية 3 فيجور جيومتريك. فيجور أشكال جيومتريك هندسية 3 هي 3، عندنا الصفحات 115 و116. إذا ندعو على بركة الله لنبحث جميعا. لنقص أطوال الأضلاع المتقابلة في كل شكل من الأشكال ونلون الأضلاع التي لها نفس الطول بنفس اللون، نغير الألوان. إذا هنا عندنا الأشكال من 1 إلى 9، تعدي الأشكال، نشوفوا كل شكل والأضلاع اللي كتكون فيه متقايسة، مفهوم، نلونوها بلون يعني بنفس اللون. إذا هنا غنبداو بالشكل الأول. هذا الشكل الأول عبارة عن ماذا؟ لاحظوا معايا، متوازي الأضلاع. إذا نأخذ المسطرة ونقيس الضلع هذا مع هذا الضلع، يعني كل ضلع متقابل مع ضلع، نقيس هذا مع هذا ونقيس هذا مع هذا، واضح؟ إذا نأخذ هنا إما مسطرة أو مثلث ونحاول نعبر القياسات. إذا هنا عندنا من 0 حتى نأخذ التدريجات. إذا نعبر هنا، لاحظوا معايا هذا الضلع فيه 2 سنتيمتر تقريبا، 2 سنتيمتر. شوفوا الضلع المقابل ليه كذلك تهو 2 سنتيمتر. نلون هذا بنفس اللون ديال هذا الضلع، نلونه مثلا بالاحمر. اذا هذا كيقيس هذا، واضح؟ نشوفوا الضلعان المتقابل الاخرين. اذا لاحظوا معايا هذا فيه 0 2 و4، يعني 2.3. شوفوا الضلع المقابل ليه كذلك 2.3. اذا هذا تهو كيقيس هذا الضلع. غناخدو لون مغاير وغنديروه هذا الضلع كيقيس هذا الضلع، مفهوم. نشوفو الضلع رقم 2، لكن لاحظو غير بالعين بأن هذا مكيساويش هذا، هذا أكبر من هذا. غنشوفو هذا الضلعين، إذا هذا ضلع فيه 1.2، يعني فيه جوج تدريجات. نشوفو الضلع المقابل ليه 1.2، إذا هذا تا هو كيقيس لنا هذا الضلع. ناخدو لون آخر ونديرو هذا كيقيس هذا، مفهوم. نشوفو الشكل 3. الشكل 3 عبارة عن معين، غنقيسو الأضلع ديالو. درنا 1.2، هكداك 1.2. نشوفو واش الأضلع ديالو كاملة متقيسة أولا لا، كيما كتلاحظو بأنهم معين، الأضلع ديالو بربعة متقيسة. إذا غنلونهم بربعة بلون واحد، مفهوم. تناخدو الوردي، لأن هاد الأضلاع كلها متقايسة في المعين، واضح؟ كلها متساوية. شوفوا هاد الشكل 4، لاحظوا معايا، إذا هاد الشكل مكيقايسش هاد الشكل، لاحظوا معايا، هاد الضلع عفوا، إذا هذا أكبر من هذا، وهذا كذلك. نشوفوا واش متقايسين، لاحظوا معايا، في 1 2 3 4 5 6 7، وهنا 1 2 3 4 5 6، إذا هذا مكيقايسش هذا. وهنا كتلاحظوا بان هنا عندنا قياس اعبار ديال الزاويه قائمه، لاحظوا معايا، تلاحظوا، اذا هنا زاويه قائمه وهنا كذلك عندنا زاويه قائمه. اذا نقدروا نديروا رمز التعامد كما درنا في الحصص السابقه، قائمه وهذه قائمه كذلك. شوفوا الرقم 5، اذا هو هذا الشكل، اذا كذلك هذا الشكل عنده زاويه قائمه، لاحظوا معايا. اما نستعملوا المزوات اولا نديرو هذاك الورق المقوى اللي درنا منه المثلث. اذا لاحظوا معايا كذلك فيه زاويه قائمه، هنا كنلاحظوا بان هاد الاضلع هذا ما كيساويش هذا وهذا ما كيساويش هذا. نشوفوا هاد الرقم 6، الشكل كيبان ليا مربع، ونتاكدوا ان المربع عنده زاويه قائمه. لاحظوا معايا ندير هنا زاويه قائمه، هنا كذلك زاويه قائمه، زاوية قائمة، ثم أخيرا زاوية قائمة، تقريبا 1 سنتيمتر. إذا انت هذا عبارة عن مربع، الأضلع ديالو جميعها متقايسة. إذا غنديرو مثلا باللون البرتقالي مثلا، لأن الأضلع كلها متقايسة في المربع وله 4 زوايا قائمة. قائمة كنديرو علامة ديال الزاوية قائمة. نشوفو الشكل 7، إذا هنا
كنلاحظوا بان الشكل 7 هو عباره عن مربع، نتاكدوا تقريبا 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر. اذا حتى هو عنده 4 ديال الاضلع متقيسه، ونشوفوا حتى هو فيه زوايا 4 متقيسه. اذا غناخذوا اللون مثلا الازرق ونديروا انهم عندهم 4 ديال الاضلع متقيسه، وغنديروا رمز ديال التعامد اللي هو زاويه قائمه. اذا غنديروا هنا هذيك كاضافه، من هنا 4 زوايا قائمه. نشوفوا الشكل 8، كنلاحظوا بان الشكل 8 عباره عن مستقيم. اذا هنا قريب الاثنان، حتى هنا قريب. اذا هاد الضلع كيقيس هاد الضلع، شوفوا هاد الضلع، اذا حتى هو كيقيس هاد الضلع. اذا ناخذ لون مغاير، ديروا هاد الضلع كيقيس هاد الضلع، حتى هو عنده رمز ديال التعامد. واضح. اذا وهذا كيقيس هاد الضلع، مفهوم؟ لونت لكم بالالوان الفتخ باش يبان لكم في التسجيل. نشوفوا رقم 9، اذا هو كذلك عباره عن مستطيل، في كذلك زاويه قائمه هنا زاويه قائمه هنا. اذا انت هذا الاضلع كل ديال العين متقابلين فيه متقايسان. اذا نقدروا نلونوا مثلا، ناخذوا شي لون اخر مغاير. مثلا ناخذ هذا اللون هذا بنفسجي، هذا كيقيس هذا. ثم هذا اللون ولا هذا الضلع كيقيس هذا الضلع، ونديروا رمز التعامد اللون الاحمر. اذا هذا هو رمز ديال الزاويه قائمه. اذا هذا هو لنبحث ونطبق. دابا غندوزو باستعمال، نكملو هذا نكملو السؤال الثاني. نحدد الزوايا القائمه في كل شكل ونوضحها بالرمز هذا العلم. اذا هنا لاحظوا معي اننا حددت الزوايا القائمه في كل هذه الرسومات. اذا عندنا في الرمز 4 شكل 5 6 عفوا و5 وكذلك 7 و8 و9 هذو فيهم رمز تعامد، هذا درناه مسبقا. اذا اكمل كما في المثال، عندنا الاشكال من 1 إلى 9، عدد الزوايا القائمه، كل ضلعين متقابلين لهما نفس الطول، هل نعم ام لا، الاضلاع 4 لها نفس الطول. اذا لاحظوا معي هنا شكل 1 هو هذا، كل عنده زاويه قائمه، لاحظوا بانه ليس لديه زاويه قائمه لانه متوازي الاضلاع ولا متوازي المستطيلات. لاحظوا معي هنا ما كاينش زاويه قائمه، تلاحظوا اذا هنا يعني صفر زاوية قائمة، كل ضلعين متقابلين لهما نفس الطول، نعم لأن هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا، أضلاع 4 لها نفس الطول، لا، إذا هذا ما كيساويش هذا. دابا غنشوفو الشكل 2 هو هذا، عدد الزوايا القائمة، عندو شي زاوية قائمة؟ تا هو ما عندو تا زاوية قائمة، صفر زاوية قائمة، كل ضلعين متقابلين لهما نفس الطول. إذا لاحظوا معايا هنا هذا ما كيساويش هذا وهذا كيساوي هذا، إذا ما عندهمش كل ضلعين، يعني غير ضلعين بجوج لي اللي متساويين، هادو ما متساويينش. اذا هنا غنكتبوا لا، واضح، كتبوا لا. الاضلاع 4 لها نفس الطول، كذلك لا ما عندهاش نفس الطول، غنكتبوا لا. 3، اذا هنا عباره عن معين، عدد الزوايا قائمه كذلك معين، ليس لديه اي زاويه قائمه، اذا صفر زاويه قائمه، كل ضلعين متقابلين لهما نفس الطول، اذا نعم هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا. الاضلاع 4 لها نفس الطول، كذلك نعم، اذا ان المعين بحالو بحال المربع، غير هو ما فيش زاويه قائمه. اذا غنكتبوا نعم، نعم الشكل 4، عدد الزوايا القائمه شحال فيه من زاويه قائمه؟ فيه 2، 1 2، غنكتبوا 2، كل ضلعين متقابلين لهما نفس الطول، اذا لا هذا ما كيساويش هذا وهذا ما كيساويش هذا، نكتبوا لا. اضلاع 4 لها نفس الطول، كذلك لا. الشكل 5 اللي هو هذا الشكل، شحال عدد الزوايا القائمه فيه؟ قلنا لقينا غير زاوية واحدة، ندير 1، كل ضلعين متقابلين لهما نفس الطول، كذلك لا، الأضلاع 4 لها نفس الطول، لا، إذا هذا ما كيساويش هذا وهذا ما كيساويش هذا، غنكتبو لا، لا. الشكل 6، الشكل 6 عدد الزاوية قائمة شحال فيه؟
واحد اثنان ثلاثة أربعة في أربعة ديال الزوايا القائمة. كل ضلعين متقابلين لهما نفس الطول، نعم. والأضلاع الأربعة لها نفس الطول، نعم كذلك، لأنه عبارة عن مربع. إذا نكتبه نعم، نعم. شكل سبعة كذلك عبارة عن مربع، غنديرو بحال شكل ستة، نكتبو أربعة الزوايا، نعم نعم مفهوم. إذا أربعة نعم، لأنه كذلك عبارة عن مربع. شكل تمنية مستطيل، توا عندو أربعة ديال الزوايا قائمة، كل ضلعين متقابلين متقايسان، نعم. الأضلاع الأربعة متقايسة، لا، لأنه مستطيل، يعني كيكون هاد الضلع كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا، نكتبو له. كذلك الشكل تسعود بحالو بحال الشكل تمنية، مفهوم. عندو ربعة ديال الزوايا قائمة، كل ضلعين متقايسان متقابلان، نعم، لهما نفس الطول عفوا، والأضلاع الأربعة ليست متقايسة. أتمنى يكون واضح. إذا هنا أحدد المستطيلات. إذا المستطيلات فين كاينين؟ قلنا عندنا تمنية و تسعة، إذا عندنا تمنية وتسعة هما المستطيلات، تمنية وتسعة هادو هما المستطيلات. ثم المربعات، قلنا عندنا ستة وسبعة، هادو جوج ديال المربعات، ستة شكل ستة والشكل سبعة، مفهوم. شكل ستة وسبعة. ندوزو للتمرين الأول، أكملوا إنشاء المستطيلين. إذا هنا عندنا جوج ديال المستطيلات، واضح. نقدروا نستعملوا، خصنا ضروري نستعملوا هذا المزوات، واضح. إذا هنا نستعملوا مزوات عفوا، باش نكملوا رسم هذين المستطيلين. لاحظوا معايا ونكمل هذا المثلث باش يبين لنا واضح. إذا هنا وغنديروا الرمز ديال الزاوية القائمة، هنا غنكملوا كذلك رسم هاد المستطيلين دائما باستعمال المزوات. واضح. وغنديروا كما قلت لكم الرمز ديال التعامد، كما قلنا رمز الزاوية القائمة. هنا كما درنا انشاء مستطيل، غندوزو للتمرين الثاني، انشاء مربعين. اذا المربعين عندهم اربعه ديال الاضلاع متقايسه، واضح. اذا ضروري نعرفوا قياس كل ضلع، نصف سنتيمتر ونصف تقريبا. هنا كذلك غنحدو 2 سنتيمتر ونصف تقريبا. اذا باستعمال هاد كما قلنا هكذا، وغنديرو باستعمال المزوات، واضح. ثم كذلك هنا نعبرو واش اثنان، لاحظوا معايا. اذا اثنان ونصف هكا، ونكملو رسم هذا المربع، وغنديرو دائما العلامه ديال الزاويه القائمه. يعني بهذا الشكل كذلك غندوزو نقيسو، نعبرو المربع الاخر، كذلك هو اثنان ونصف، غنستعملو بحال هكا. اما كنحدو على هذا الشكل وغنسطرو، وغنعبرو شحال قلنا اثنان ونصف تقريبا هنا، هنا كذلك غنصل ما بين هذا وهذا. اذا هنا حصلنا على مربع ثاني، وغنديروا هذه العلامه ديال التعامد، اولا قلنا علامه الزاويه القائمه، مفهوم. دابا غندوزو للتمرين الثالث في الصفحه 116. قال يونس الشكل اثنان ليس مستطيلا، نعم ام لا، اشرح لماذا. فين هو الشكل اثنان؟ اذا هذا شكل واحد، شكل اثنان، شكل ثلاثة. اذا هنا لاحظوا معايا هذا ليس بمستطيل، نعم. علاش؟ لان المستطيل في كل ضلعين متقايسان متقابل متقايسان في اربع زوايا قائمة. اذا هنا ما فيش زاوية قائمة، لاحظوا معايا ما فيش زاوية قائمة.
عكس هذا الشكل الاول، فهو عباره عن مستطيل. لاحظوا هنا كاين زاويه قائمه، هنا زاويه قائمه، اذا ما قاله يونس فهو صحيح. نديرو نعم. اشرح لماذا؟ لان ليس له زوايا قائمه. لماذا؟ لان ليس له زوايا قائمه. مفهوم؟ واضح. هل شكل ثلاثة مستطيل؟ شكل ثلاثة هل هو مستطيل؟ لاحظوا معايا، إذن لا، الشكل عبارة عن ماذا؟ عبارة عن معين، ليس مستطيل. مفهوم؟ ندوزو للتمرين الخامس. قال الرابع عفوا، قالت حليمة الشكل اثنان ليس مربعا، نعم أم لا؟ أشرح لماذا. شكل اثنان هل مربع أم ماذا؟ نعرفو واش مربع ولا لا. نقارنو بعد الأضلع، تقريبا واحد ونصف، واحد ونصف، واحد ونصف، واحد ونصف كذلك، وعنده الزوايا قائمة، الزوايا كلها قائمة. لاحظوا معايا، إذا هذا مربع. إذا ما قالته حليمة خطأ. إذا هذا قالت أشهر اثنان ليس مربعا، إذا لا، فهو مربع. نديرو لا، ماشي نعم، منقولش نعم أنه ليس مربع لأنه مربع. أشرح لماذا؟ لأنه لديه أربع زوايا قائمة، لأنه مربع، لأن عفوا لأن له أربع زوايا قائمة وأربعة أضلاع متقايسة. ده المربع عنده أربعة ديال الزوايا قائمة وعنده أربعة ديال الأضلاع متقايسة، أربعة كلهم متقايسين. هنا غنديرو رمز ديال هذيك الزاوية القائمة، إذا عنده أربعة ديال الزوايا قائمة. هل الشكل واحد مربع؟ غنتاكدوا واش مربع. لاحظوا معايا، هنا عنده كذلك رمز ديال التعامد، عنده رمز الزاويه قائمه، خصنا نعرفوا قياس ديال كل ضلع. اذا هنا عفوا نشوفوا شحال كيساوي، تقريبا اثنان ونصف. وهنا شوفوا هنا شحال كيساوي، اذا ثلاثة ونصف تقريبا، اذا ليس ب مربع. مفهوم؟ اذا الشكل واحد مربع غنكتبو لا، يقدر يكون مستطيل. مفهوم؟ التمرين الخامس، اضع علامات في داخل كل قرص. اذا القرص اطفالي دائما كيكون على شكل دائره، ولكن كيكون مملوء من الداخل بحال هذا الشكل. مثلا هذا قرص، لاحظوا كيكون من هنا ملون من الداخل، قرص، هذا هو القرص، هذا كذلك فهو عباره عن قرص. اذا هذا هو القرص، هذا هو الشكل ديال القرص. نلاحظوا معايا فين هما الاشكال اللي كيشبهوا لهذا الشكل هنا. اذا عندنا اضع علامه، اذا هذا بحال هذا، اذا قرص غنديروا علامه هنا. هذا واش هو هذا؟ هذا شكل بيضاوي بحال البيضه، اذا ليس بقرص. هذا كذلك هل هو قرص؟ واش كيشبه لهذا ولا هذا؟ نعم غنديروا علامه هنا. وهذا هل هو قرص؟ لا، لانه على شكل قلنا بيضاوي، على شكل بيضه. اذا هادو مجموعه الاشكال ديال الاقراص، هادو لا. واضح؟ عدد الاقراص شحال عندنا؟ قلنا من قرص واحد اثنان، اذا غنديروا علامه في المربع ديال اثنان. سهل هذا التمرين جدا. هنا احيط المجسم الذي قاعدته قرص، اللي عنده القاعده ديالو على شكل قرص بحال هكا. فين هما المجسمات عندنا هنا؟ هنا عندنا لاحظوا معايا، هذا مكعب، هذا عباره عن هرم، هذا اسطوانه. اذا الاسطوانه عندها قاعدتها على شكل قرص، اذا غندوروا على هذه الاسطوانه غنحيطوها. لاحظوا معايا هذا شنو هو؟ عباره عن قرص بحال هذا. اذا هذا ليس بمجسم، هذا كذلك اسطوانه قاعده ديالو على شكل قرص. اذا هادو هما الاشكال اللي قاعدتهم على شكل قرص. ندوزو للتمرين السابع، اتميمو او اكمل رسم المربع. اذا هنا عندنا واحد المربع، خصنا نكملو الرسم ديالو. اولا خصنا نحسبو طول الضلع ديالو، يعني طول الضلع هي 2 سنتيمتر. اذا هنا غنديرو رمز التعامد وغنحسبو 2 سنتيمتر، نكملو على هاد هذا. اذا هذا هو رمز التعامد، غنحسبو لي 2 سنتيمتر بهذا الشكل. 2 هنا كذلك غادي نكملو اثنان، نحاولو نجيبوها مقادة. انا حيت عارفة ندير، نتوما خصكم ضروري ديرو المزوات باش يجيكم الشكل هو هذا. واضح؟ اذا هنا كتلاحظو بان هنا 2 سنتيمتر. هنا غنتأكدو من رمز التعامد، قلنا هنا نتعامد رمز ديال الزاوية قائمة، قائمة كذلك، هنا زاوية قائمة. واضح؟ وهنا كذلك زاوية قائمة. اذا عنده أربعة ديال الزوايا القائمه لانه مربع كما قلنا، وعنده أربعة ديال الاضلع كلها متقايسه.
التمرين الثامن، اكملوا رسم المستطيل. اذا هنا درنا المربع، هنا رسم المستطيل. اذا هنا عندنا هاد الضلع، خصنا قياس هاد الضلع. اذا كل ضلعين متقابلين متقيسان المستطيل. اذا هذا شحال فيه؟ اذا 6 5 عفوا 1 2 3 4 5 فاصلة 4. هنا كذا خصو يكون 5.4، ولكن خصو يكون الرمز ديال التعامد على هذا الشكل. هذا نحدو بعد رمز التعامد، عاد نحسبو لحظة معايا شحال قلنا هنا. 5.4 5.4. اذا هنا لاحظوا معايا هذا هو الرمز ديال الزاوية القائمة. اذا هنا رسمنا الضلع الثالث، خلنا الضلع الرابع. لاحظوا معايا الضلع الرابع، نستعملو دائما مزوات وغنصيرو. اذا هذا هو المستطيل، اتمنى الرسم ديالو، وغنديرو ليه الزاوية القائمة. أربعة ديال الزاوية قائمة، قلنا كل ضلعين متقابلين فهما متقايسان. هنا نشوفو التمرين التاسع، أرسم مستطيلا طول ضلعه الكبير 4 سنتيمتر وطول ضلعه الصغير 3 سنتيمتر. غنرسم بحال هاد المستطيل، هذا خصو يكون فيه 4 سنتيمتر وهذا يكون فيه 3 سنتيمتر. إذا أولا غنرسمو الضلع الكبير على هاد الشكل، فيه 4 سنتيمتر، يعني غنبداو من 0 حتى 4. إذا هادي 4، 0 1 2 3 4، وطول ضلعي الكبير 3 سنتيمتر. خصو يكون على هذا الشكل، هذا يكون عمودي في 3 سنتيمتر. اذا غنحدد بحال هكا، عاد غنعبر دابا 3 سنتيمتر بحال هذا الشكل. هذا نهاية 3، لاحظوا معايا 3 سنتيمتر. وهنا عندنا زاويه قائمه، اذا كذلك هنا خصنا نديرو 3 سنتيمتر. لكن اولا خصنا نحدو هذا رمز ديال التعامد على هذا الشكل. هذا غادي نعبروا هنا 4 سنتيمتر من هذه 4، لاحظوا معايا. ثم نشوف هنا 3 سنتيمتر من هذه 3 سنتيمتر. اذا هذا هو المستطيل، غنتاكدوا من الزاويه القائمه. لاحظوا زاويه قائمه، هذه كذلك هنا، لاحظوا معايا زاويه قائمه جات شويه، ولكن نعاودوا نعطي نشوفوا هذه. اذا زاويه قائمه هنا، هنا فين كنشوفوا هنا 4 سنتيمتر. اذا هذه مقاده، وهنا شحال 4 سنتيمتر. اذا هنا فين عندنا المشكل 4 سنتيمتر. اذا صحيحه صحيحه، اذا هذه هي هذه. كون شويه هكا سوجهك صافي، ماشي مشكل. اذا هذا دابا تكملنا المستطيل، لاحظوا معايا. اذا ها هو حصلنا على رمز التعامد، اولا كما كنقولوا الرمز ديال الزاويه قائمه. اذا 4 عندهم زاويه قائمه، اذا هنا قلنا شحال 4 سنتيمتر، وهنا 3 سنتيمتر. من هنا 4 وهنا 3. باستعمال قالب انشئ قرصا والونه بالاحمر. اذا باستعمال القالب بحال هذا، ننشئ قرص على هذا الشكل اولا هذا، وندور عليه بحال هكا ونلونوه من الداخل باش يعطينا قرص. اذا هنا اطفالي هذا القرص انا عندي شويه كبير، ما غاديش يجيني هنايا، ناخذ ما اصغر منه باش نوريكم. يعني كما قلت لكم انا هذا هو القالب ديال القرص، نحطوه هنايا وغنتبع عليه على هذا الشكل هذا حتى كنكملو كامل. لاحظوا معايا كيشنو الفرق قلنا ما بين الدائره والقرص، هو ان الدائره كتكون فارغه من الوسط، والقرص كيكون مملوء من الوسط، مفهوم؟ يعني كيكون كيما كنقولو ملون. تنركزو باش يجينا الشكل هو هذاك مقاد. اذا لاحظوا معايا هذا هو القرص. لاحظوا معايا قلنا هنا هذه كتسمى دائره، باقا ما لوناش، ملي غنلونوها من الداخل غادي تولي على شكل قرص. غنلون بالاحمر، هنا غنلونوه بالاحمر
نغلونه باللون الاحمر على هذا الشكل هذا. اذا هذا هو اللون الاحمر، غنبقاو متبعين بحال هكا حتى نكملوا هذا القرص. تبعوا الجوانب حتى تكملوا القرص. اذا اطفالي بهكذا كنكونوا كملنا الدرس ديال هذا اليوم من الاشكال الهندسيه 3، صفحات قلنا 115 و116. لا تنسوا اطفالي اشتركوا في القناه ديالي وضغطوا على الزر الاحمر اللي هو ابوني باش ان شاء الله تعم فائده للجميع، وديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو مع الحباب والصحاب باش ان شاء الله تعم الفائده كما قلت للجميع. وكنتمنى التوفيق ونجاح للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.